تكوين تاع الديمقراطية والكلمة للشعب الجزائري ومجلس وطني حر خارج من الشعب الجزائري. لكن الجماعة تاع لو جيبيرا اي دو افلان ايزون انستوري لو سيستيم دو بارتي يونيك كي ايتي لا كلي دو مالور اوفير او بوبل الجزائري. هذا هو السيستيم اللي تاع اللي تكون في 62 اللي مازال يصير حتى اليومين هذا. واش رايكم في البرلمان تاع اليوم هذا؟ السؤال تاعو. البرلمان تاع اليوم واش رايكم؟ دوك البرلمان تاع البرلمان تاع احنا البرلمان تاع بويسك احنا نو سون بو لا ديموكراسي دوك هذا البرلمان اللي با ايلي ديموكراتيك مون سي ديزيني. هذا ما راهش من ما راهش منتخب بويسك احزاب وطنيين ممنوعين باش يكونوا حاضرين. فاقد الشرعيه. ما موقفكم في المصالحة؟ والله عندنا سؤال. نعم. عندنا سؤال، عندنا مكالمة هاتفية ثم ننتقل إلى سؤال. ألو نعم. ألو نعم. تفضل. نعم. ألو. ألو نعم. وي أنا نسمع تفضل. أخي أول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شكرا للقائمين على هذا المنبر الإعلامي. الله يسلمك. وشكرا للأخ المنشط. وشكرا لضيف الحصة هذا اليوم المجاهد علي عقوني الرفيق الوفي لزعيم حزب الشعب الجزائري الحاج. الأخ شكون؟ وأعتقد أن نظرا لتواضعه فالأخ علي كان مجاهدا من الأوائل الذين حملوا السلاح باسم الحركة الوطنية ثم سجين في سجون الاحتلال وتعذب كثيرا في السجون الفرنسية وما زال إلى اليوم يحمل اللواء أو مشعل هذا اللواء الحركة الوطنية لعدة أعوام. بالمناسبة أود أن أذكر الإخوة المشاهدين والمستمعين بشعارات حزب الشعب الجزائري وهي 8 شعارات: الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، الإسلام ديننا، القرآن قانوننا، العربية لغتنا، الجزائر بلادنا، الاتحاد قوتنا، والاستقلال مرادنا. وهذه الشعارات لا تختلف كثيرا عن شعارات جمعية العلماء المسلمين المختصرة في 3 نقاط وهي الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا. على كل حال المأساة التي نعيشها اليوم هي نتيجة لهذا الخلاف أو هذا الصراع اللي وقع في سنة 1954 عند انطلاق الثورة. فعند انطلاق الثورة كثير من الجزائريين متأكدين بأنها انطلقت باسم حزب الشعب الجزائري، لأن الذين قاموا بها لم يكونوا معروفين عند السلطات الفرنسية. والدليل كما كان يقول الأخ علي أنه عند اندلاع الثورة السلطات الفرنسية ألقت القبضة على الإطارات والمناضلين في حزب الشعب الجزائري. وهنا أذكر بالمناسبة أن مصطفى بن بلعيد رحمة الله عليه عندما فر من سجن الكدية بقسنطينة الذين نظموا له الهروب هم مناضلي الحركة الوطنية، وهذا كلام لا نسمعه لا في الفيلم الأخير ولا في الصحافة ولا في التاريخ. مناضلي الحركة الوطنية هم الذين هربوا مصطفى بن بلعيد من سجن الكدية بقسنطينة. شيء آخر علي ربما الأخ علي يتطرق إليه أن المناضل والمجاهد الكبير جرين بالقاسم من الأوراس يقولون عنه أنه كان عندما يفتح جلسة الاجتماعات بعد اندلاع الثورة طبعا ومعه المجاهدين يفتحها باسم ميصال الحاج. وأنا والعبد لله كنت صغيرا أشهد هذه الشهادة وعمري 6 سنوات أو 7 6 سنوات تقريبا في بيتنا أو في منزلنا اجتمع في شمال القسنطيني في دوار بني والبان مسقط رأس المناضل عبد الله الهلالي في داره بالضبط. اجتمع المناضلين الأوائل بقيادة الأخضر بن طوبال وزيغود يوسف رحمة الله عليه، ولا أدري إذا كان علي كافي موجود أو لا،
عمار بن عودة جمعوا المناضلين وفي الساحة وألقوا خطاب حماسية، وعند الانتهاء من الخطاب رددوا جميعا ونحن معهم صغار نشيد فداء الجزائر روحي ومالي، وفي النشيد يذكر الزعيم مصالي. هكذا لم نسمع أن مصالي خائن أو هو كان ضد الثورة التحريرية. بارك الله في الأخ علي وبارك الله فيكم على هذه الحصة وشكرا لكم. السلام عليكم. سالي نعم سالي دوك نفوتو لك النشيد. نعم النشيد نفوتوه مباشرة. اسمع الو راك معايا؟ الو نعم تفضل مازلت ما تفكروا هذه كما نشدوه في الجيش. نعم طلعوا الاعلام وانطلقوا الرصاص وانتم بلا موسيقى بلا ولا. نعم وتكونوا مستعدين. الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية يحيى حزب الاستقلال نجم الشمال إفريقية يحيى زعيم الشعب مثالي مثالا في دار الوطنية تحيا الجزائر مثل الهلال والتحيا فيها العربية يا من سلام الأرض الجدد سلام دام علينا أنت في الكون دار الخلد كرامك صار لنا دينا نرعي حقك موت للجنود ولا تقبضوا بتراكينا طيب الروح دم الفتح تاكي فيها معاني الفدا فوض الكون مع الخيدي ولا نرتد ولو برضا فنعلو السرخة في السرخين نادي العزة والسددة نرض مع العالمين حتى نبقى بها أعبدا. شكرا. لسنا نرض الأنتجاز ولسنا نرض التجنيس ولسنا نرض الاندماج ولا نرتد فرنسيسا حين بالاسلام تجل كفانا الجهل تدليسا كل من يبغي عوجاج رجمناه كابليسا ولكنا لهذا الورى سدس نجم الهدى عندنا اشرقا نادي يمين مقدسة سنرعي عهدك طول البقا ألا في سبيل الاستقلال ألا في سبيل الحرية. شكرا. تحية الجزائر. تحية الجزائر. هي. شكرا شكرا جزيل شكرا. لا كيفاش كان واحد الوقت الدكتور ربح بالعيد مونبر جي بي راهو بجيترا قال واحد الوقت جاو هو عيد حمد pour déposer la question pour inscrire la question algérien الأمم المتحدة هو عيد حمد قال كي لحقوا الأمم المتحدة سكرتار تاع الأونو في نيويورك قال لهم بلي ديجا أمانة une délégation du أمانة conduite par مولاي مرباح عبد بوحفا et le roi d'Arabie Saoudite
ont déjà inscrit la question algérienne à l'ordre du jour. Donc là, كيفاه هذا الدكتور أبو عبد العيد يقول كيفاش هذا الرجل وهذا الحزب اللي يجروا باش يحيوا الجزائر وباش يبينوا الحقوق تاع الجزائر والاستغلال تاع الجزائر وفي الوقت اللي حتى واحد ما قدر يقول الاستغلال وما طلبوا الاستغلال تاع الجزائر. قالها في الكولوج تاع ميساي الحاج في تلمسان. قال لا ريفوليسيون اتي فولي اي مان دو ميساي الحاج. دونك الثوره كل واحد انسان كان في جيتيرا مونبر دو جيتيرا كان لادجوان تاع الميز زافير اترونجير. دونك اليوم الحقائق بدات تظهر. ديجا راني درك شفت الجريده فاروكولوج على ميرا عبد الرحمن وذكروا سي العربي بوبصير قال لك زعيم كبير وكان حضر في الكونغري دولي وبقى في دالة مثالي الحاج وكان مام دي سينرا مام دي كونسير لا ريفوليسيون تما في اورلي. دونك هما بنفسهم اليوم التاريخ بدا يظهر وهذا لو فيس ويقول باللي بابا مون بير ايتي ميليتون دي بي بي دوبي 47 حتى جا لهنا ومن بعد وقع الفراق حتى واحد ما على بالو الناس مازال ما طلعش الفراق كيفاش وقع. ان شاء الله الحق ميساي الحاج سي لو سول بارتي جميع الاحزاب في الاول نوفمبر 54 ايزون كونداني لو ديكلونشمون لا ريفوليسيون لو بي بي اي ميساي الحاج اون سوتوني بيبليكمون اي فينونسيرمون يعني عاونوا بمال بيرس بسلاح بكل حاجه الثوره الجزائريه وعاونوا كريم بن قاسم بنفسه وعمران بنفسه الناس كانت مازالت حيه وهما راهم شهدوا بها. كريم بن قاسم قبل ما يموت جاء وكتب المثالي الحاج وحب باش يشوفه هنا يعني الدليل عليه التاريخ معروف يزم يظهر والحقائق يزم يظهر. وحنا واش نطلبوا تكون المصالحة تاع الشعب الجزائري كلها وتكون الأخوة والرحمة والديمقراطية في الجزائر هذه باش نبنوا الجزائر والشعب الجزائري ذوق من الحقوق تاع الجزائر هذه وباش تكون السلم والرحمة إلى آخره. خاطر رانا نشوفوا ايها الاخوان الشيء اللي راه موجود في الجزائر ما يفرحش الشعب الجزائري اليوم. غير المال ديلابيداسيون يعني تاع الرزق والخير تاع الشعب الجزائري يعني انسان جيستيون كي دراماتيك. دونك اليوم لازمنا احنا يعني لازم الناس العاقلين والسلطة كذلك يرجعوا للمعقول ويرجعوا للديمقراطية والكلمة للشعب الجزائري ويخلوا الجزائر تتبنى على طريق الديمقراطية كما راهم البلدان بنيين. ونشكركم والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. احنا نشكرك كثير سي علي عقوني نشكرك شكرا جزيلا. السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة رشاد، إلى هنا تنتهي حصتنا بهذا اليوم. على اللقاء بكم في حصة أخرى. هذا عبد الله عبد النور يحييكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما سلاما أرض الجدود.